هلا فيكم. يا أهلا ويا سهلا. يلا نبدأ مع بعض بتحضير الكبة يلا إلك. الساجية. نعم أوكي، الكبة الساجية مثل ما بتعرفوا هي عبارة عن لحمة، فينا نستعمل لحم العجل وفينا نستعمل لحم الغنم، فحسب الدهن اللي نحن محتاجينه. اليوم اللي هعمله هو في عندي اللحمة اللي هي حتكون 500 جرام لحم و400 جرام البرغل. هلأ بيرجع هون حسب المطعم أو حسب الناس اللي عم تطبخ ببيوتها، تحب تزيد نسبة البرغل، تقلل نسبة اللحمة، فأهم شيء أنه تكون النص لحم، وبعدين أنت فيك تزيد قد ما بدك، فيك تخفف، يعني 400 جرام لحم 600 جرام برغل، هون بنلعب فيهم حسب ما نحن بدنا إياها، فلحتى تكون عندنا شديد. اليوم أنا عملت الكبة، خلطت البرغل بعد ما نقعته بشوية مي، وما مننقع البرغل بمي فاترة ولا بمي سخنة، لأنه بتصير تعجن عندي بطريقة بتصير مثل السميد، وأنا ما بدي إياها مثل السميد. شغلة تانية اللي نحن بدنا إياها، حطينا البصل وبدنا نضيف له النعنع، نعنع الأخضر، في ناس بتضيف المردكوش، في ناس بتضيف الزعتر، فنحن فينا نضيف اللي بدنا اياه من الاعشاب. بنحط ملح، بتاخد ملح كتير، نرجع بنحط الكمون اللي هو شيء مهم واساسي لقلق. وهلا اللي حنعمله بدنا نضيف له يا تلج يا شوي من المي البارده، وبنضرب المكونات مع بعض لحتى تنعم عندي البرغل. الشيء اللي نحن بدنا اياه، بدنا اياها بهيدي النعوميه اللي شايفينها، هيدي النعوميه اللي عندنا، هيك صار عندي عجينه الكبه بريحه النعنع طالع منها، ريحه الاعشاب، هيدي اهم شيء، شوفوا السوفتنس او الطراوه اللي فيها. بنرجع للحشوه اللي نحن بدنا نعملها لهيدي الكبه. هون انا عامل حبه كرمال تبين عندي كيف بتطلع، هلا بقول لكم اخر شيء كيف بتطلع معنا، بس انا تاركها لفرجيكم عليها حتى كرمال الوقت. عندي هون الفات اللي هو الدهن، بنضيف الفات، هي عباره عن الفات اللي بدنا نستعمله، بنقليهم. الكل بيعرف انه في اكله تراديشنال او اكله قديمه عندنا بتنعمل هي الاورما، فهي عبارة عن الفات، عن الدهن الفريش اللي نحن بنقليه وبنعتق فيه اللحم وبنتركه بمراطبين لمدة تقريبا سنة أو 9 أشهر. نحن اليوم اللي حنعمله بهاي الكبة الساجية هو هيدا الفات، حنقليه وحضيف معه شوي من البصل الأحمر، هحط له شوي من الثوم، ما بدي احط هلا بهارات ولا ملح، بدي اتركها لحد ما يطلع عندي الدهن الفات كله ينزل، وحضيف معه شوي من اللحم المفروم الغنم الناعم لحتى تعطيني هيدي الحشوة الطعم الطيبة وطعمة الفات والدهن واللحم اللي موجود فيها. هيدي هي اللي حتكون بحشوة الكبة. كيف بعمل الكبة؟ بعملها بفنجان قهوة، فنجان العربي، بعمل فيها طبقة من الكبة وبحشيها بالفات اللي بدي أعمله، وبتطلع عندي الكبة بهالشكل. بتفرجي بهيدي هي الكبة اللي نحن حنعملها، كبة ساجية محشية بالفات وحنشويها. هي عبارة عن شوي، وبالمناطق الريفية ببلاد الشام بيعملوها على الفحم، بيعملوها على تشاركول بالفحم، وبتطلع هي أطيب صراحة، ولكن نحن هون ما فينا نعمل هيك، فحنعملها
شوي بهالطريقة هاي. بننتقل للشيء الثاني اللي حنحضره اليوم اللي هو المتبل الباذنجان مع خلطة الورق عنب. يعني عندي هون هيدي البان حنحط فيها زيت زيتون وحنعمل حشوة الورق العنب. حط البصل حط مع الثوم نقليهم وهلا اللي بدنا نعمله في عندي هون الورق عنب مثل ما شايفين بدي اقطعهم بهالشكل نشيلهم ونحطهم فوق البصل اللي نحن عملناه ومنقليهم مع بعض. ريحة ورق العنب، بصل، الثوم، كأنه عم نعمل الحشوة عادي. هلأ اللي بدنا نعمله في عند الرز اللي هو الرز المصري نضيفهم ومنضيف معه المرق اللي هو مرق الخضار مع الليمون اللي حنضيفه معه. عندي هون المرق خلي الرز ينطبق معنا. وهلا اللي بدنا نضيف المطيبات لها اللي هو الملح قرفة فلفل أسود وعندي هون برش الليمون ليعطيني حدية شوي بطعمة الليمون فيها. أهم شيء القرفة اللي حتظهر طعمة الليمون اللي فيها. عندي هون حامض نترك هيدي الطنجرة لحد ما تستوي عندي حبة الرز. هيدا الرز المصري لازم يستوي عندي ليخلص عندي الورق عنب مثل كأنه نحنا عم نطبخ ورق عنب عادي ولكن حنستعمل بس الحشوة. شوفوا عندي هون هيدي حشوة الكبة الساجية. شوفوا هيدا اللي نحن بدنا اياه. هيدي الفات اللي طالعة منها اللي بدها تنزل بحبات الكبة. بيرجع عندي هون الباذنجان، باذنجان شاويينه، بنحط فلفل أسود، ملح، عصير ليمون، وفي عندي كمان اللبن اللي حيعطيني او الزبادي اللي بيعطيني هاللون البياض اللي فيها. هحط له كمون. نخلط المكونات وعندنا الشيء الأساسي اللي هو الطحينة. بنحط الطحينة. أهم شيء لما نحط الطحينة بالحمص أو بالمتبل أو بأي نوع من الميزات اللي عم نستعملها نخلط الطحينة بشكل كتير منيح لحتى كل ما خلطنا الطحينة كل ما عطتني لون أبيض أكتر.
ولازم تكون السماكة اللي فيها بهالشكل هيدا مثل ما شايفين. هذه سماكة المتبلة اللي نحن بدنا اياه. هيك صار عندي المتبل جاهز، صار عندي حشوة الكبة الساجية جاهزة مثل ما شايفين، صار عندي الورق العنب عم ينطبخ على النار بده تقريبا 20 دقيقة ليكون جاهز. وآخر شيء بنفرجيكم كيف بدنا نسكب أطباقنا، وكمان بدنا نعمل آخر شيء القساي ونعلمكم طريقة سهلة كيف بدنا نعملها ونقدمها مع شيا سيدز. ننتقل لعندكم.